برنامج صباح دريم لذكرى الفنانة الراحلة العبقرية سناء جميل اللي رحلت عن عالمنا زي النهاردة من 14 سنة أي عام 2002. وطبعا سناء جميل اشتهرت بأداء الأدوار الصعبة وسواء على المسرح أو في التلفزيون أو في السينما، كان من أشهر طبعا أعمالها الراية البيضاء والزوجة الثانية، ساكن قصادي واطلع اضحك الصورة تطلع حلوة. وكان سناء جميل من أبناء الصعيد تحديدا المنيا، واسمها الحقيقي ثريا يوسف عطلة. تعالوا نشوف ونعود مرة أخرى وفقرتنا الرئيسية، ابقوا معنا. الثناء على مسيرتها الفنية المميزة لن يكفي، ولو بداعي رد الجميل عرفانا بما أثرت به الفن المصري على مدار نصف قرن لن يجدي. هي ثريا يوسف عطلة، أو كما اختار لها الفنان المسرحي زكي طليمات اسم سناء جميل. القدر كان حاضرا في بدايتها الفعلية عن دور نفيسة بفيلم بداية ونهاية، بعد رفض الفنانة فاتن حمامة للدور، ليكون أولى خطواتها بعد ترشيح المخرج صلاح أبو سيف لها لتحل بديلة وتثبت جدارتها وقدرتها على الإجادة. ولدت بمحافظة المنيا عام 1930، قام الأب والأم بإيداعها في مدرسة الميرد ديو الفرنسية الداخلية، كان عمرها آنذاك 9 أعوام، ثم اختفيا وحتى الآن لم يعرف سبب اختفائهما. طردت من شقيقها الأكبر الذي كان يقطن بالقاهرة بعد علمه التحاقها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما تبرأت منها عائلتها ليقف بجوارها زكي طليمات بتوفير المسكن وإصقال موهبتها. تزوجت من الكاتب الصحفي لويس جريس في منتصف الستينيات بعدما تكتم على حبه لها ظنا منه بأنها مسلمة. واجهت مصاعب جمة في مشوارها، ولكنها انتصرت وخلفت إرثا فنيا له بصمات على تاريخ السينما بأعمال كثيرة. 9 أعمال مسرحية، من أهمها الحجاج بن يوسف، ماكبث، قاتل الزوجات. أنا كونة. نعم. يعني ممكن لو سمحت تكرمت وتفضلت وتنزلت ممكن أمشي؟ ده الزوجان أمشي إيه؟ سفاح ومراته عايزين يتكلموا في حاجات عائلية، حاجات خصوصية، حاجات داخلية. ليه أنا أحضر نفسي إيه؟ أنا ليه ولا حسارية ولا بصلت على الناس؟ لا سمح الله، استغفر الله العظيم يا رب. و15 مسلسلا تلفزيونيا: الراية البيضاء، خالتي صفية والدير، البر الغربي، عصفور في القفص، ساكن قصادي، عيون. ما كانش العشم في ايه؟ بتخبيها ليه؟ ما كل المعادي عرفت ان كنت لقيته شغالة. انما شغالة ايه؟ ادب واخلاق وشطارة، شغالة لقطة. بتاخد كام؟ حذري. 200-300 جنيه؟ 500 جنيه. ايه؟ هو فعلا مبلغ يلوح، انما مجبر اخاك لبطل. أنا مستعدية أشيل عنكم المبلغ ده كله. حبيبتي حنينة قوي. 46 فيلما سينمائيا، أهمها الزوجة الثانية، فداك يا فلسطين، بإنتاج لبناني عام 1970، ملائكة الشوارع، فجر يوم جديد، وهو العمل السينمائي الوحيد الذي جمعها بالمخرج الراحل يوسف شاهين، اضحك الصورة تطلع حلوة، وهو العمل الأوحد الذي شاركته مع الفنان الكبير أحمد زكي بناء على أمنيتها الشخصية التي أخبرته بها قبل أن ترحل عن الدنيا. الحب يا ابني ما فيهوش لا كبير ولا صغير، وبعدين حتى أنت لو ما حبتش يبقى أكيد فيك حاجة غلط. قوم يا ابني قبل ما تاخد ماتش البارد، كفاية عليك بقى شم هوا، كفاية. يلا. بداية ونهاية، وهو الفيلم الذي كلفها فقدان حاسة السمع بعد أن صفعها الفنان عمر الشريف الذي اندمج حينها. عانت الفنانة الراحلة من سرطان الرئة لمدة 3 أشهر، وآخر ما أسرت به زوجها بأنه لو عاد بها الزمان كانت ستتوقف عن التمثيل وتعمل بتفصيل الملابس وتنجب أبناء، عوضا لها عن غريزة الأمومة التي أجادت تجسيدها أمام الكاميرا. والدموع اللي في عينيك دي يا بنت مفيش حاجة. يا بنت اتكلمي احسن، اطير دماغك وحطي دي بدل. اتكلمي يا بنت.
توفيت في مثل هذا اليوم ودفنت بعد 3 أيام من وفاتها، إذ رفض زوجها إتمام مراسم التشييع على يظهر أحدا من أقربائها ولكن دون جدوى.